caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، وان شاء الله هنبتدي مع بعض كورس تاسيس في قواعد اللغه الانجليزيه. هستهدف بيه ان شاء الله المستويات الثلاثه: مبتدئ، متوسط، متقدم. المبتدئ طبعا مرحله ابتدائيه، متوسط مرحله اعداديه، متقدم مرحله ثانويه ان شاء الله، ربنا يعيني يعني. طيب مستر، هو لازم الاستهداف يكون خاص بمراحل تعليميه؟ لا، حضرتك لو عندك حصيلة لغوية وعايز تعبر عن أفكارك بجمل إنجليزي صحيح، الكورس ده هيفيدك بإذن الله. أنت عندك الأساس فوكابلري، محتاج الجرامر. يا جماعة لازم الاتنين، حصيلة لغوية وقواعد، علشان تقدر توصل جملة إنجليزية صحيحة. مش قواعد بس ولا فوكاب بس، مش هينفع. طيب الجرامر هيبقى عبارة عن ايه؟ الازمنة الشائعة المتداولة المتكررة اللي احنا خلاص، لما بقول للطالب السنة دي هدي لك present simple، الطالب يقول لي يا مستر خلاص انا زهقت، كل سنة present simple present simple. طيب ايه الفرق في الفرق ما بين present simple بتاع السنة اللي فاتت وبتاع السنة دي؟ ان انت الاساس موجود بيفكرك بيه، بس من غير ما تاخد بالك بيبقى فيه ليفل اب. الصعوبة بتبقى بتزيد في ايه؟ حاجة بسيطة جدا ممكن ما تاخدش بالك منها، اللي هي الاستخدام بتاع الزمن ده. ممكن تيجي تبص تلاقي فيه زاد عليك السنة ديت استخدام جديد. ده اللي بيفرق. طيب الازمنة الشائعة المتداولة طبعا عارفين: البريزنت، باست، future، present simple، continuous، perfect، وهكذا. past simple، continuous، perfect، future simple، continuous perfect. الأزمنة ديت الشائعة المتداولة إن شاء الله بإذن الله هحاول أشرحها بالتفصيل، بس في أساسيات محتاجك اللي أنت تعرفها قبل ما أبدأ شرح. هقولها بسرعة كده وأذكرها بسرعة. هي إيه؟ هنقولها إن شاء الله قبل ما أبدأ إيه شرح القواعد، علشان تبقى انت عندك الاساس البسيط اللي يفهمك ان شاء الله اللي جاي. يلا بينا. الشارت اللي موجوده قدامنا ديت تشمل الاساسيات اللي احنا هنتعامل بيها بعد كده واحنا بنشرح الجرامر. يعني ده خلينا نقول ده مفتاح الكلام اللي انا بشرح بيه بعد كده. لما اقول لك سنتنس، انت عارف يعني ايه سنتنس؟ جمله، ستيتمنت، تمام؟ عارف يعني ايه كويستشن؟ سؤال. عارف يعني ايه ناون؟ اسم، بروناون، ضمير. عارف يعني ايه سبجكت؟ فاعل، اوبجكت، مفعول. الشرط ممكن ما تكونش متضمنه كل حاجه، بس هي بنسبه 80-90% شامله اللي انا هحتاجه بعد كده ان شاء الله في شرحي، واللي انا لما اجي اذكره انت هتكون فاهمه ان شاء الله وعارف انا بقول ايه. يلا بينا. بسم الله. عندنا ايه اول حاجه هنا؟ types of sentences، يعني ايه انواع الجمل. طيب انت عندك في نوع declarative statement اللي هي جملة خبرية. لازم اعرف المسميات؟ لا، كمبتدئ اعرف لي بس ان في statement اللي هي جملة خبرية بتعمل ايه؟ بتدي معلومة اخرها ايه؟ full stop، دوت، نقطة. طيب زي ايه هنا الاكزامبلز؟ قالك I have a basketball game tonight، النهاردة عندي مباراة باسكتبول. يبقى انت دلوقتي عرفت مني ان انا عندي مباراة باسكتبول، دي جملة خبرية اديتك معلومة، تمام؟ I just finished reading that book، لسه مخلص قراءة الكتاب ده، دي جملة خبرية اديتك برضو معلومة. يبقى الجملة الخبرية statement declarative، تمام؟ اخرها ايه؟ دوت، بتدي ايه؟ معلومة بس، ده اللي انت تعرفه. طيب في interrogative، عشان الحاجات دي بتفرق في الرايتنج، تمام؟ وبتفرق بعد كده برضو في الشرح ان شاء الله. interrogative اللي هي جملة استفهامية،
اهو قال لك a question سؤال واخر السؤال ايه؟ question mark. الجمله الاستفهاميه اخرها question mark. وانت عندك في نوعين من الاسئله WH كلمه استفهام ويس نو كويستشن باللي هو الهيلبنج فيرب بالفعل المساعد. زي هنا قال لك هنا will you come to my game هل، وهنا دعوه هل ستاتي للمباراه بتاعتي، ممكن تيجي المباراه بتاعتي. Have you ever read this book؟ عمرك قرأت الكتاب ده؟ سؤال. يبقى في الآخر question mark. تبقى عارف الأنواع دي، إمتى حط دوت، إمتى حط question mark. لأن ترتيب الجملة في الديكلاراتيف الستيتمنت اللي هي الجملة الخبرية بيختلف عن ترتيب الجملة الاستفهامية اللي هي الانترجيتيف. لاحظ هنا اللي أنت بتبدأ بالسبجكت والفيرب، سبجكت فيرب الفعل بتاعك والفعل، هنا بتبدأ بالهيلبنج فيرب الفعل المساعد سبجكت فيرب. ترتيب الكلمات بيختلف في الجملة الاستفهامية والجملة الخبرية، فلازم نبقى عارفين ايه المسميات. في عندك اكزكلاماتوري، ايه ان اكزكلاميشن اللي هي جملة تعجبية، تعجب. We won the game، احنا فزنا بالمباراة مش مصدق نفسي، وفي الآخر إيه؟ exclamation mark، علامة تعجب. This is the best book I have ever read، ده أفضل كتاب قرأته في حياتي، exclamation mark. Imperative، جملة أمرية. A command، أمر. A request، طلب. ممكن تبدأها please، please come and watch me play. والجملة الأمرية أنا بديلك، أنا بكلمك أنت أو بكلمكم أنتم، يبقى الضمير هنا أنت أو أنتم يو، تمام؟ مش محتاج إن أذكره لأن أنا عينيا في عينيك بكلمك، تمام؟ فمش محتاج إن أنا أقول لك يو أوبن ذا دور، لا. فقال لك إيه؟ استخدم صيغة الأمر على طول بالفعل اللي أنت عايز تقول للشخص اللي قدامك ده يعمله. زي إيه؟ الكلام ده بالراحة كده، أوبن ذا ويندو، افتح النافذة، كلوز ذا دور، اقفل الباب. دي صيغة أمر أهو. ممكن تبدأها بليز، ممكن تنهيها ببليز أو بليز. بليز كم أند واتش مي بلاي، ممكن تقول لي شيل ده وتقول لي إيه؟ كم أند واتش مي بلاي، تعالى واتفرج عليا وأنا بلعب. ريد ذيس أميزنج بوك، اقرأ الكتاب ده، تمام؟ ده اللي هو ريكويست، طلب برضو بصيغة إيه؟ أمر. طيب ده أنا قلت أنواع الجمل. نيجي بقى اللي احنا بنستخدمه جوه الجمل ده، لان اللي انا هذكره كتير في شرحي للاستراكشر بتاع بناء الجمله في الازمنه اللي انا هشرحها بعد كده ان شاء الله. فعندك بارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام. عندك نون، الاسم. اعرف المسميات دي طبعا، تبقى عارف ان النون اللي هو الاسم، والاسم ليه انواع. طيب النون زي ايه؟ قال لك النون نيمز ا بيرسون ا بليس ا ثينج ان انيمال، يعني بيسمي النون ده الاسم ده شخص، مكان، شيء او حيوان. زي قال لك مثلا ايه؟ مان، جانجل، غابه، تري، شجره، جيراف، زرافه. طب عندك النون ليه انواع، منها الكومن نون. الكومن نون ده بيقول لك نيمز اني بيرسون بليس اور ثينج، بيطلق على اي شخص، اي مكان، اي شيء. زي مثلا للبيرسون امان، رجل، اي رجل. كومن يعني اللي هو شائع منتشر. بليس زي سيتي. ثينج شيء زي مونيومنت، اي مونيومنت وخلاص ما حددتش. طيب البروبر ناون بقى النوع بقى الثاني من الناون، احنا قلنا كومن اي شخص، اي شيء، اي مكان. طب البروبر ناون ده بيطلق او بيذكر شخص معين، مكان معين، شيء معين باسمه. زي ايه هنا؟ قال لك هنا a proper noun names a special person, place or thing، يعني بيسمي او بيطلق بيسمي شخص معين، شيء معين، مكان معين. زي مثلا ايه؟ جورج واشنطن ده البيرسون، ما قالكش مان هنا، لا ده ذكره باسمه. قال لك هنا البليس واشنطن دي سي، العاصمة، ذكرها باسمها.
قال لك الثينج هنا واشنطن مونيومنت، حدد الاثر ده، يبقى ده اسمه ايه؟ بروبر ناون. الادفرب، الادفرب احنا عارفينه، الظرف اهو، الظرف الاسم بتاعه بالعربي. طب الظرف بيصف فعل وبياتي بعده، الظرف بيصف فعل وبيجي بعده وبيتكون من الادجكتيف. انا هكتب هنا اهو الادجكتيف اللي هي الصفه بلس الواي. يبقى هنا بيصف الظرف اهو، ده يصف فعل اهو ومكانه فين؟ وياتي بعد، بيجي بعد الفيرب. زي ايه هنا؟ قال لك ذا تيرتل ووكت سلولي. ذا تيرتل السلحفه ووكت مشت سلولي ببطء. طب ما انت هنا اصل سلولي ايه؟ كظرف ادفرب هنا اصل اصلها ايه الكلمه ديت؟ سلو اللي هو بطيء، دي ادجكتيف. طب انت هنا بتصف الفعل طريقه مشيها، المشي هنا، فهتقول لي ايه؟ مشت ببطء. يبقى الادفرب ده ايه؟ ظرف وصف هنا ايه؟ الفعل اللي هو ايه؟ ووكت، وتكون من ايه؟ الصفه اللي هي سلو متضاف لها ايه؟ الواي. يبقى الظرف يصف فعل وياتي ايه بعده؟ ووكت سلولي، ووكت فيرب سلولي ادفرب، والادفرب بيتكون من الصفه اللي هي سلو بطيء متضاف لها الواي بس. طب اللي بعده عندك اكشن فيرب، عندنا الفيربس. طب انا عايزك تعرف ايه الفيرب، لان هيجي بعد كده حاجه اسمها مودل فيربس وحاجه اسمها اوكسيلري فيربس اللي هي افعال مساعده. طب الاكشن فيرب اللي احنا بنستخدمه كلنا زي ايه مثلا؟ اللي هو اهو، انا عايزك بس تعرف الكلمه دي، الفيرب اللي هو الفعل، ونوع من الفعل الاكشن فيربس اللي احنا بنستخدمه كلنا الشائع زي ايه؟ سمايل يبتسم، جامب يقفز، جرول اللي هي صوت الاسد يزأر مثلا. طيب الادجكتيف اللي هي الصفه، يبقى احنا خدنا نون ادفرب وفيرب وادجكتيف. ادجكتيف اللي هي الصفه دي كلها بارتس اوف سبيتش. طب الصفه، الصفه بتصف اسم وتاتي قبل او بتيجي بعد فيرب تو بي اللي هو ام واز وار في البريزنت ووز وير في الباست. الصف بتصف اسم وبتيجي قبله، زي احمد از ا فاست رانر، رانر اللي هو عداء بيجري بسرعه اللي هو بيجري، فاست اللي هو سريع. يبقى هنا الفاست الادجكتيف دي بتصف النون اللي هو رانر، تمام. محمد از تول، بس جيت بعد فيرب تو بي اهو الصفه وصفت محمد ان هو طول، جيت بعد فيرب تو بي مفيش بعدها حاجه، تمام. يبقى هنا عندك الادجكتيف، انا عايزك بس تعرف ان الادجكتيف اللي هي صفه بس مفيش حاجه تانية، تمام، بلاش اللي هي الايه التعميقات اللي انا دخلت فيها دي. طيب قال لك هنا اهو سم ادجكتيفز تيل هاو ميني، نسيبنا من العدد اللي هو ايه بتذكر بعض الصفات، بتذكر عدد الاشياء. طيب الادجكتيف ماشي، احنا قلنا اهو ما اداش هنا اكزامبل، ممكن تقول لي ايه شي از ا كيوت جيرل، بنت جميله، ذا تي از هوت، الشاي سخن، تمام. عندك طول شورت هوت فاست سلو بيج فات، الحاجات دي كلها ادجكتيفز، تمام، بتصف الشيء. الفعل الفيرب بيتعمل، النون اسم، اسم شيء، اسم شخص، اسم مكان، اسم حيوان. يبقى احنا عارفين المسميات الاول. طيب نطلع برضو جزء من البارتس اوف سبيتش ومش قليل، تمام، بينشق من النون البروناون اللي هو ايه؟ الضمير. فهنا البروناونز اللي هي الضمائر، حفظ. طيب النون الاسم في سنجيولر اللي هو اهو مفرد، وبلورال اللي هو جمع،
واي اسم ليه ضمير. مثلا محمود هي، سما شي، محمود اند احمد زي، كات ات. تمام. اي اند، الاي مع اي حد، اند علي وي. تمام. يبقى دي اسمها ايه؟ pronouns. الضمائر بتحل محل الايه؟ الاسم، الاسم الشخص او اسم الشيء. تمام. اعرفهم صم. في عندك البيرسون ضمائر ليه، يقول لك ايه؟ فيرست بيرسون ضمائر الشخص الاول، والسكند بيرسون الشخص الثاني، والثيرد بيرسون الشخص الثالث. طيب احنا دي هنذكرها بعد كده، بس تبقى عارف ان في فيرست اهو، وجنب الضمير ده ثيرد 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 سكند فيرست ثيرد. طب بص تعالى ما نقولها كده بسرعه قبل ما ابدا شرح الايه البروناونز. قال لك الفيرست بيرسون اللي هو بتتكلم بنفسك، او يعني لما تقول ايه اي اهو انا بتكلم عن نفسي. تمام. انا اللي بتكلم اي، يبقى انا هنا الشخص اللي بيتكلم الاول، او احنا وي. ما انا حتى انا بقول لك ان اي اند علي وي. تمام. فيبقى احنا الاثنين بنتكلم، احنا الاثنين بنعمل، احنا الفيرست. تمام. يبقى انت عندك هنا فيرست بيرسون اللي هو اي ويل وي. طب السكند بيرسون يو، انت اللي بتكلمهم قدامك موجودين، انت يو او انتم يو. يبقى الفيرست اي وي، السكند يو. طب الثيرد هي، هو مش موجود، شي هي مش موجوده، ات. تمام. بتشير لشخص حتى لو موجود مثلا فرضيا، فانت بتشير هو. تمام. هو هي هي شي. تمام. يبقى انت عندك دلوقتي فيرست اي وي، سكند يو، ثيرد هي شي ات. طيب والاكزامبل سنتنس مش محتاجينها يعني. طيب انت عندك هنا السبجكت ضمائر فاعل. طب ضمائر الفاعل ده ايه؟ ضمائر الفاعل ده الشخص هو اللي بيعمل حاجه، زي I have breakfast in the morning، أنا اللي باكل الفطار. I play tennis، أنا اللي بلعب التنس. I use a computer، أنا اللي بستخدم الكمبيوتر. يبقى الـ I هو اللي بيعمل الحاجة. تمام. يبقى أنت عندك ضمائر فاعل تعرفها، والفاعل اللي هو بيعمل الشيء أحفظهم، اللي هي I يعني أنا، he يعني هو، she يعني هي، it هو او هي لغير العاقل، يعني it هو هي غير عاقل، you انت او انتم، we نحن، they هم. لازم نكون عارفين الحاجات دي. طيب انت خدت دلوقتي ايه؟ السبجكت بروناونز ضمائر الفاعل. في عندنا اوبجكت pronouns ضمائر ايه؟ مفعول، نحفظها صم. الاي بتبقى مي. طب ايه الفرق ما بين الاي والمي؟ هقول لك. اي سو احمد، انا اللي شفت احمد. طب احمد شافني، انا هنا اللي كنت الفاعل بالحق، انا اللي شفت احمد. طب احمد شافني، احمد سو مي. ما ينفعش تقول لي احمد سو اي، اقول لك غلط، لان احمد هو اللي شاف، احمد اللي استخدم عينه. تمام. يبقى احمد صومي. I helped my mother، انا اللي ساعدت مامتي. طب مامتي ساعدتني، مامتي هي الفاعل اللي ساعدتني انا، يبقى my mother helped، ما تقوليش I، تقولي my mother helped me. يبقى المفعول ده اللي بيقع عليه الفعل، اللي بيتعمل له الحاجه. تمام. اللي بيتشاف، اللي بيتاكل. تمام. اللي بيتلعب، ايا كان. طب فعندك هنا اهو الاي بتبقى مي، الهي بتبقى هم، اي سو هم، شي سو هير، والات ات، واليو يو، اي سو يو انا شفتك او انا شفتكم، الوي اس،
We visited our uncle. احنا زرنا خالنا. Our uncle visited us. خالنا زرنا. They saw them. يبقى I, me, he, him, she, her, it, it, you, you, we, us, they, them. ضمائر فاعل، ضمائر مفعول. طيب في عندك possessive adjective. ايه بقى دي؟ اسمها صفات الملكية. اهي صفات، هي ضمائر برضو الملكية. طب ليه سموها صفات؟ انت عارف الادجكتيف بيجي بعدها نون، الصفة بيجي بعدها اسم. فاللي قدامك ده اهي البوزيسيف ادجكتيفز دي محتاجة بعدها ايه؟ هكتب لك اهو بلس نون. والنون ده اللي هو ايه؟ المملوك، الملكية. ما اسمها صفات ملكية، يعني اقول لك ايه؟ This is my pen. This is my pen. اهو القلم ده بتاعي، ملكي. This is my car، سيارتي. This is my dog، كلبي. طب بص بقى هنا، This is her dog، كلبها. This is his dog، كلبه. This is our house، بيتنا. This is their car، عربيتهم. تمام؟ طب يلا نشوف كده. الـ I صفة الملكية منها my، ولازم تربطهم بإيه؟ حاول تربطهم بمثال، يعني my car، علشان ده هيفرق معاك في التذكر بعد كده. ال he his ملكه، ال she her ملكها، ال it its ملكية غير عاقل. وخلي بالك هنا بالحق، مهمة جدا دي علشان الناس ما بتفرقش. ال its هنا بدون apostrophe، مفيش هنا apostrophe، لأن لو حطيت apostrophe هتبقى it is، إنما هنا its ملكية غير عاقل. يعني أقول لك مثلا إيه؟ its tail. its tail دي اللي هو ديل القطة مثلا، أو ديل الكلب، بدون إيه؟ apostrophe فوق، ما بين التي والاس. طيب ال you your، ال you your ملكك أو ملككم. ال we our ملكنا. ازاي their ملكهم. طيب اللي بعدها بقى البوزيسيف بروناون، اللي هو ده هو اسمه ضمير ملكية، ضمير الملكية. ضمير الملكية ده هو بيجي قبله بلس بي، ما يجيش بعده اسم، يجي بعده دوت مثلا او جملة. زي بص، This is my car. This is my car. It's mine. اهو verb to be ده اللي هو am و is و are في present، was و were في past. رحت لك ايه؟ This is my car. السيارة دي اهو my car، صفة ملكية. طب its ما تقوليش my، غلط، لان my محتاجة نون لانها صفة ملكية. فانت عايز هنا ايه؟ ضمير ملكية اللي هو قوي بنفسه، مش محتاج بعده اسم، اللي هو ايه؟ mine. It's mine. طب ما انا ممكن اقول لك برضو دي الطريقة اللي هي ايه؟ ضمير الملكية، تمام، جه قبله verb to be. الطريقة التانية اقول لك ايه؟ This is not my car. دي مش عربيتي. This is not my car. dot mine بتاعتي is black، لونها اسود. يبقى انت هنا ضمير الملكية ممكن تجيب لي قبله verb to be، او تبدأ بجملة، تبدأه يعني الجملة تبدأ بجملة، تمام، اللي هو ايه؟ This isn't my car dot، اهو هبدأ جملة جديدة mine، معناها ايه؟ my car is blank. تمام، يبقى ده ضمير الملكية، ما يجيش بعده اسم، تعرفهم. طب ال I البوزيسيف بروناون منها ايه؟ ماين. الهي هيز. الشي بص بص بص، وهيز صفة ملكية هي هي هيز في ضمير ملكية. الشي هير هتبقى هيرز. الات ملهاش ضمير ملكية، شيل دي.
اليو يورز، الوي اور اورز، الزي زير زيرز. لاحظنا هنا ان بنضيف اس في البوزيسيف بروناون، الهير بتبقى هيرز، اليور بتبقى يورز، الاور بتبقى اورز، الزير بتبقى زيرز. طيب في حاجه اسمها ريفلكسيف بروناونز، الضمائر المنعكسه. ايه الضمائر المنعكسه دي؟ انا واقف قدام المرايه فعايز اقول انا شايف نفسي، شايف نفسي، انعكاس اهو. تقول لي ايه؟ I can see myself. طب هي شايفة نفسها في المراية، she can see herself. طيب هو شايف نفسه في المراية، he can see himself. طب يلا بينا كده، ال I myself ضمير منعكس، والسيلف اصلا اللي هي النفس للمفرد، وفي الجمع selves، الاف بتحول ل V-E-S، النفس المفرد self، انفس selves. تمام، يبقى هنا I myself، he himself، she herself، it itself، you you بمعنى انت، انت مفرد yourself. طب انتم جمع yourselves، يبقى you اهو هضيف لها برضو your self او selves. ال we ourselves، ال they themselves. دي البيرسونال بروناونز، وعرفت يعني ايه فيرست بيرسون، انا اللي بتكلم. تمام، او الفيرست بيرسون اللي هو الشخص الاول اللي هو اي او وي، تمام، موجود بيتكلم عن نفسه. السكند بيرسون اللي هو يو بمعنى انت او انتم. الثيرد بيرسون هي شي ات، معرف يعني بنستخدم اللي هو ايه جنرال نوليدج، معرفه عامه بس وخلاص. طيب الاكزامبلز اللي تحت دي ممكن تقراها انت، ده الاساس اللي انا هستخدمه بعد كده تلخيصه. في عندك جمله سنتنس، جمله خبريه، جمله استفهاميه، جمله تعجبيه، جمله امريه. في عندك بارتس اوف سبيتش اللي هو النون، الاسم، الفيرب، الفعل، الادجكتيف، الصفه، الادفيرب، الظرف، وعندك pronouns ضمائر. في عندك subject ضمائر فاعل، في object ضمائر مفعول، في possessive adjective صفة ملكية، في possessive pronoun ضمير ملكية، وفي عندك reflexive pronoun اللي هو الضمائر المنعكسة، وفي عندك first person للايه للضمير الشخص الاول، والsecond person الشخص الثاني، والthird person الشخص الثالث. انا لما اجي ان شاء الله ابدا اشرح التنسز هبقى اتكلم في الحاجات دي، فيبقى انت الاساس عندك موجود، يبقى ايه سهلت على نفسك وسهلت عليا. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.